ان شاء الله هيبقى في فرصه النهارده ان احنا ندي يعني فكره كويسه عن السايكليك فومتنج سندروم. هو السندروم نقدر نقول عليه ان هو واحد من الفانكشنال جي اي ديس اوردرز اللي بيكاركترايز ان في ريبيتد وريكارنت سيفير ايبيزودز اوف فومتنج. الايبيزود دي بيبقى ليها 3 مين فيتشرز: هي بروكزيمالز بيبقى دايما اونست سادن، وستيروتيبيكالي يعني الايبيزودز تبقى دايما سيميلر في نفس البيشنت، تتكرر عليه دايما بنفس الاسلوب بنفس الطريقه. وان بتوين البيشنت بيبقى عنده بيريود بيكون فيها نورمال كومبليتلي، ما بيكونش فيه اي تايب اوف فومتنج او اي حاجه ريليتد للفومت. السايكل فومتنج سندروم للاسف هو ليه بيردن كبير وليه افكت بيه على الكواليتي اوف لايف بتاعت الاطفال واسرهم، لان طبعا تخيل طفل بيجي له نوبه ترجيع كل اسبوعين او كل ثلاث اسابيع بدون مقدمات، ما بيبقاش عارف الايبيزود هتحصل امتى، بيضطر ان هو يروح المستشفى ياخد محاليل، ساعات احتاج يحتاج في ادميشن، بيسيب مدرسته وكل الاكتيفيتيز اللي هو كان مرتبط بيها. وللاسف كمان بيكون في ريبيتد ميس دايجنوزس، لان فعلا الدايجنوزس بيبقى صعب، لان مفيش كرايتيريا واضحه للتشخيص، مفيش سيرتن لابراتوري او ايمجنج انفستيجيشن تاكد التشخيص. عشان كده في اطفال كتير جدا تشخيصهم بيتاخر احيانا بالسنه والسنتين لغايه ما بيتشخصوا، وتعرضوا لانفستيجيشنز كتيره، والفاميلي بتتحمل تكلفه كبيره عبال ما الطفل يوصل للتشخيص القديم. بالاضافه طبعا اللي قلناه ان الطفل بيفقد جزء كبير من الكواليتي اوف لايف بتاعته، لان هو بيفقد المدرسه والاكتيفيتي والسبورتس الحاجات اللي هو كان انفولفد فيها. السايكليك فومتنج سندروم واحد من الديسوردرز اللي هي بتتصنف عن هي واحد من الفانكشن جي اي ديسوردرز، وهو بيحصل نتيجه ان في انتر اكشن ما بين الجينز بتاعت الاندفيدوال وبعض السايكوسوشيال فاكتورز اللي في الانفايرمنت وبعض التريجرز. الانفستيجيشن الحديثه بتقول ان في احتمال كبير رول او انتر اكتنج رول لميتوكوندريال ديسفانكشن او هايبوثالاميك بيتوتري ادرينال اكسس اكتيفيشن، او ان ممكن في بعض الاطفال بيكون عندهم اوتونوميك نيرفس سيستم dysfunction. السايكل فومتنج سندروم ليه علاقه وثيقه جدا بالميجرين. السيمبتومز قريبه لبعض، هما الاثنين بيجوا ايبيزودكس، ساعات اللي هما الاثنين بيكون فيهم اورا، ساعات بيحصلوا في نفس الشخص، وساعات الشخص نفسه اللي عنده سايكل فومتنج سندروم وين هي جيت اولدر بيبقى عنده بعد كده ميجرين هيدك. في بوست فاميلي هيستوري بنسبه كبيره جدا في العائلات اللي عندهم سايكل فومتنج سندروم ان بيبقوا الادلتس بيبقى عندهم ميجرين، وكمان بعض الاطفال بيستجيبوا كسايكليك فومتنج سندروم للعلاج بتاع الميجرين. الحقيقه سايكليك فومتنج سندروم من الديزيز اللي احنا ما نقدرش نقول عليه ان هو رير، هو انكومن ديزيز بيحصل في يعني شريحه عمريه كبيره جدا. لو نشوف في الدياجرام ده اللي متاخد من الريسنت روم 4 كرايتيريا، يقول ان السايكليك فومتنج سندروم ممكن يشهر يمكن يظهر از ايرلي از 2 مانس، وبيستمر في اي وقت في الحياه طول الادلت طول الادلت هود لغايه حتى ادوليسنس والليت ادلت هود. لكن يمكن بيحصل في الميلز اكتر نسبه التلتين، والميديان ايج دياجنوزز بيكون حوالين من 3.5 سنين لغايه 7 سنين. الكلينيكال كورس بتاع السايكليك فومتنج سندروم بيبدا ان الطفل كان طبيعي مش اي حاجه في اليوجوال هيلث بتاعته، وبعدين بيبدا يجي له ايبيزودز. الايبيزود دي بتتكون من 3 مراحل: مرحله اوليه بنسميها برودروم او زي الاورا اللي بتحصل في الميجرين، وبعدين مرحله الفومتنج اللي بيبقى فيها ريبيتد وريكرنت وفيري فيري سترونج فومتنج ايبيزود، وبعدين الطفل يبدا يخش جادولي في الريكفري فيز، وبعدين يبدا يخش في يرجع تاني لليوجوال هيلث. دايما الايبيزود 3 اجزاء: برودروم، فومتنج، ريكفري، وبعد كده نرجع للنورمال او اليوجوال. البرودروم بيحصل في حوالي 65% من الحالات. حاجه مميزه بيه جدا الام تشتكي ان الطفل بيبهت، يعني بيبقى عنده بالر ودايفوريسيس، ويبدا يشتكي بابدومينال بين، وهنا الابدومينال بين بيكون بيري امبلايكال غالبا، واحيانا الاطفال الكبار شويه بيشتكوا بان هم عندهم هيدك، واحيانا بيشتكوا ان هم عندهم فيجوال اورا زي بتاعت الميجرين، لكن ده بيحصل في الاطفال الكبار الفيجوال اورا. معظم الاطفال، والحاجه المميزه جدا دايما اسمعها من الامهات، ان الطفل بيبهت وبيض كده فجاه من غير مقدمات، ويبدا يشتكي بمغص في نص البطن. بعد كده بيبدا يحصل الفومتنج ايبيزود.
دي الفترة اللي الطفل بيرجع فيها ترجيع كتير جدا وعنيف جدا. الديوريشن اوف ذا فومتنج بتتراوح ما بين حوالي 8 ساعات ل 24 ساعة، يعني تلت يوم ليوم كامل، وممكن تبقى فترة صغيرة ساعتين ثلاثة، وممكن في بعض الأطفال حظهم سيء إن هو بتقعد معاهم بالكذا يوم، ممكن توصل لغاية أسبوع كامل. الفومتنج بيتكرر أو الإبيزود بيتكرر ممكن كل شهر، ممكن كل شهرين، ممكن كل 3 شهور، لكن في بعض الأطفال بيبقوا الديزيز عندهم مور سيفير، فممكن إن هو تكرر عندهم كل أسبوع أو كل أسبوعين. وفي أطفال بيبقى عندهم الديزيز فيري مايلد، بيحصل لهم إن هو مرة أو مرتين بس في السنة. والمميز جدا في الإبيزودز دي إن الفومتنج بيبدأ غالبا في وقت محدد، غالبا بيبدأ بالليل والطفل داخل ينام، أو بيصحى الطفل في وقت الفجر على الفومتنج، يعني نادرا ما يحصل بوقت النهار، يعني دايما يحصل في النايت تايم. الفومتنج بتاع السايكل فومتنج سندروم بيبقى ليه سبيشال فيتشرز، ان هو بيبقى فيري اكت فيري سترونج، وبيبقى بروجكتايل، فالناس بتقلق ان يكون في حاجه اوبستراكتيف او ان في حاجه سيرجيكال، وخصوصا ان ساعات بيكون في ميوكس وبلاد، وساعات بيبقى في بايل، بايل ستين، ده بيقلق الناس ان هو حاجه سيرجيكال. وبيبقى اسوشيتد معاه نوزيا، والنوزيا دي بتكون فيري سيفير، وبتفضل موجوده حتى بعد الريبيت اتاكس اوف فومتنج، لان هي ما بتبقاش inhibited بالامتنج اوف ذا ستومك بعد ما الطفل فضل عنده من كتر الفومتنج، وتبقى ديستريسنج جدا، مفيش حاجه بتريحها غير ان الطفل يفول تو سليب. في اذر سيمبتوم بتحصل دورنج الابيزود اوف فومتنج، من اشهرها الطفل بيحس بليستنس او ويكنس، ده باحساس فاتيج يعني قوي قوي، وبيفضل معاه البالور، ومعاه النوزيا، ومعاه الابدومينال بين، ممكن يبقى عنده ريتشنج وانوركسيا، وبعض الاطفال بي عندهم بعض السمات بتاعت الميجرين زي الهيديك والفوتوفوبيا. دي الموست كومن سيمبتوم اللي بتحصل ديورنج الفومتنج. في بعض الليس كومن سيمبتومز اللي بتحصل مع الفومتنج، وهي دي اللي احيانا كتير بتكون مسؤوله عن تاخير التشخيص، ان بعض الاطفال بيبقى عندهم لو جريد فيفر، فالناس تفتكرهم جاسترونترايتس. بعض الاطفال بيبقى عندهم هايبوثيرميا وانكريس سالايفيشن تيجي اوتونوميك اكتيفيشن. بعض الاطفال بيبقى عندهم بعض اللوز ستول، ساعات بيعملوا فريكوينت ستول، فالناس تفتكرهم برضو جاسترونترايتس. احيانا بيبقى فيه تاكيكارديا وهايبرتنشن، وساعات فلاشنج ودايفريسيس. وفي بعض الاطفال عندهم لوكوسايتوزس، وده برضو بيخلي الناس تغلط وتشكروا ان هم عندهم انفكشن او جاسترونترايتس. الاتاكس اوف فومتنج في سايكل فومتنج سيندروم بتبقى ستيريوتيبيكال، دي نقطه مهمه جدا جدا عشان نكونفيرم الدياجنوزس. الستيريوتيبيكال معناها ان النوبه بتتكرر زي ما هي كده، زي ما بيقولوا كده كربون، كل نوبه شبه النوبه اللي بعديها، يعني نوبه بتبدا في نفس الميعاد، كل مره بتبدا في نفس الميعاد، ودايما الديوريشن بتاعتها ثابته غالبا، يعني لو بيتعب يوم يبقى كل مره يتعب نفس اليوم، لو بيتعب يومين كل مره يتعب يومين، والسيمبتوم تبقى هي نفس السيمبتوم بنفس ترتيبها، يعني بيظهر عليه البالور، بعد شويه يظهر عليه البين، وبعد كده يجيله هيديك، وبعد كده يبقى في الفومتنج، وبعدين الفومتنج ياخد نفس عدد الايام، وبعد كده يبدا يتحسن، ويتحسن في عدد معين برده من الساعات. فالام لو تيجي تتكلم مع الام تاخد هيستوري كويس بالتفصيل، تلاقي الام تاكد ان كل نوبه شبه كل نوبه ثانيه بالظبط، اكنها نوبه بتتكرر بالظبط هي. ده ما بيحصلش في اي ديزيز تاني غير السايكليك فومتنج سيندروم، عشان كده لما نيجي نشوف بعدين ان هو اتحط في الكرايتيريا اوف دايجنوزس الاستيريوتيبيكال بيهيفير. المرحله الثالثه هي الريكفري فيز، دي المرحله اللي بتبدا لما الترجيع بيقف، ويبدا الطفل خلاص ما بقاش فيه فومتنج لكن لسه عنده شويه نوزيا، تبدا النوزيا تتحسن بالتدريج على مدار بعض الساعات لغايه ما الطفل يرجع تاني يبقى نورمال. وهنا برده حاجه مميزه جدا، ان الطفل ده بيتعب بسرعه وبيتعب فجاه، وبعدين بيتحسن ويرجع للنورمال اكتيفيتيز بتاعته برضه فجاه من غير ما في جرادوال امبروفمنت، يعني بيكون بيرجع بعمق في يومين وعلى ثالث يوم نورمال وجعان ويطلب الاكل ويروح مدرسته ويلعب تاني عادي جدا. وده برضه مش بيحصل مع اي ديزيز غير مع السايكليك فومتنج سيندروم. الموضوع بقى بيتكرر، بيبقى في سايكليك باترن، الطفل يرجع للنورمال هيلث بتاعته، وممكن يقعد كده اسبوع اسبوعين شهر ست شهور على حسب الفريكونسي اوف ذا اتاك، وبعد كده ترجع له الاتاك مره ثانيه. وفي عيانين يمكن حوالي 50% من الحالات بيقدروا يقولوا ان هم زي كان بريدكت التايم اللي بيحصل فيه السايكليك فومتنج اتاكس، عشان هي بتيجي فعلا في ريجولر، فهو بيعرف ميعادها، او ان هو بيبدا يحس بالاورا قبليها بفتره، فده وجود الاورا بيعرفه ان هو بالليل بقى هيبدا يرجع، او على الفجر هيبدا يرجع على حسب ما هو متعود. في بعض العيانين بيبقى واضح عندهم في بعض التريجرز اللي بتبروفوك الاتاكس. التريجرز دي ممكن تكون بعض السايكوسوشيال فاكتورز، ستريسز، ممكن ساعات مع الانفكشن. في بعض الحالات بيبقى عندهم سيزونال كلاسترنج للاتاكس،
في بعض المرضى انا شفتهم بيجي لهم اتاك بس في الصيف بس ما بيجيلهمش خالص اثناء الشتاء. في بعض الاطفال بتاثر بعض الحاجات في الدايتس ساعات الفيزيكال تريجر زي اكسسيف اكسرسايز او السليب ديبريفيشن وساعات التعرض لللايتس والفلاشز لما الطفل يروح ملاهي او يلعب فيديو جيمز كتير من بعض الاطفال بتبقى عندهم دي تريجرز للاتاكس. السايكلي فومتنج سندروم تشخيصه بيبقى ساعات مش واضح لان هو الفومتنج بتاعه ما هواش اكيوت ما هواش كرونيك اللي احنا متعودين عليه. لا ده بنقول ان الفومتنج بتاعه ده ريكارنت فومتنج يعني ايبيزوديك فومتنج وهو بيخش الديفرنشال دياجنوزيس بتاع مالتيبل جي اي تي ونون جي اي تي كوزز اللي بيعملوا ايبيزوديك فومتنج. اول خطوه نقدر نعملها واحنا بنيفاليت الطفل عنده سايكلي فومتنج سندروم اللي احنا نميز بوضوح ده سايكليك فومتنج ولا كرونيك فومتنج عشان بيفرق كتير جدا زي ما بيقولوا ده سكه وده سكه تانية خالص. لو قارنا في الجدول ده بين الكرونيك فومتنج والسايكليك فومتنج هنلاقي ان الكرونيك فومتنج يمكن مور كومن 2/3 اوف ذا كيسز السايكليك فومتنج ليس كومن. في الكرونيك فومتنج معظم الكوز بتكون جي اي تي ديس اوردرز في السايكليك فومتنج في جي اي تي ونون جي اي تي. الفومتنج بتاع الكرونيك تايب هنا الفومتنج بيكون لو جريد وبيحصل على بطيء وتقريبا كل يوم لكن السايكلي فومتنج ده بيحصل في ايام معينه يوم او يومين كل فتره والفومتنج هنا بقى بيبقى سيفير وانترميتنت. الكرونيك فومتنج بيبقى الفومتنج غالبا داي تايم الطفل يصحى من النوم يرجع ياكل يرجع لكن لما يخش ينام غالبا ما بيصحاش مخصوص يرجع الا اذا كانت الحاله متاخره قوي. لكن الطفل عنده السايكلي فومتنج سندروم ده بيبدا ترجيعه بالليل او الصبح بدري وقت الفجر. الكرونيك فومتنج عشان هو بيتكرر كذا يوم فالابيزود بتحصل غالبا مره او مرتين او ثلاثه في نفس الاسبوع فهنا نقطه مهمه قوي مرتين ترجيع في نفس الاسبوع يلغي خلاص ان هو سايكليك. لكن العكس بقى الطفل عنده سايكليك فومتنج ده ما بيرجعش اكتر من مره في الاسبوع يعني مهما كان فريكوانسي عالي جدا في السايكليك فومتنج الكرايتيريا بتقول لك ان هو يعني اقل فريكوانسي يبقى مره في الاسبوع فلو طفل رجع مرتين وبينهم نورمال في نفس الاسبوع ده ما يبقاش سايكليك ده يبقى كرونيك. الكرونيك فومتنج غالبا الطفل لو رجع في اليوم ما بيرجعش في ساعه واحده اكتر من اربع مرات في حين ان الطفل عنده سايكليك فومتنج سندروم ممكن في ديورنج الفيرست اور اوف ذا فومتنج عشان الفومتنج بيكون سيفير جدا وباروكسيزمال فممكن يرجع اكتر من اربع مرات في نفس الساعه الاولانيه. الطفل عنده كرونيك فومتنج عشان موضوع كرونيك وبيحصل على هادي وبيتكرر بالبطيء فالطفل غالبا ما بيبقاش اكيوتلي ايل وغالبا ما بيكونش ديهايدريتد ممكن يبقى عنده مانوتريشن من الكرونيك فومتنج والكالوريز لكن مش بيبقى ديهايدريتد قوي زي الطفل بتاع سايكل فومتنج اللي بيجي له انتنس فومتنج فتره صغير غالبا بيبقى شكله ايل وعنده اسيدوزس وغالبا بيحتاج اي بي فلويدز في الاي ار او بيبقى هوسبيتالايز. مهم جدا التفرقه بين الاثنين سايكليك وكرونيك. الجدول ده بيبين لنا الجي اي تي كوزس اللي بتعمل كرونيك كلنا عارفينها جيرد ريفلكس جاسترايتس ايزنفيليك اسوفجايتس ساعات السيلك في الاطفال الصغيرين انفلاماتوري باول ديزيز لو كان كرون ديزيز ممكن ابندسايتس لو كرونيك ممكن بانكرياتيتس لو اكيوت او كرونيك. لكن السايكلي فومتنج سندروم اسبابه في الجي اي تي محدوده في حاجات اناتوميكال زي ما روتيشن والفولفولس والدوبليكيشن سيست دول بيحصلوا في الاعمار الكبيره مش بس بيحصلوا في الاطفال الصغيرين وممكن نتوضي بستراكشن وممكن الجول بلادر ديس اوردر زي الكوليسيزيس ونزود عليهم كمان ريكارنت بانكرياتيتس. دي اسباب بتعمل سايكليك فومتنج نتيجه من الجي اي تي. السكند ستيب في الايفالويشن بتاع الطفل احنا شاكين ان هو سايكليك فومتنج سندروم بعد ما فصلنا هو كرونيك ولا سايكليك نبدا بقى نشوف هو انهي واحد من السايكليك. لو احنا عندنا طفل عنده سايكليك فومتنج فاحنا اما عندنا سايكليك فومتنج سندروم وده الموست كومن ده نسبه 88% على الاقل او يكون عندنا سبب تاني غير السايكليك فومتنج سندروم بنسبه 12%. طيب مين الاذر كوزز غير السايكليك فومتنج؟ في الجي اي تي اوردرز اللي احنا لسه قايلينهم اللي بيعملوا ايبيزوديك فومتنج وفي نون جي اي تي ودول ممكن يكون حاجات بره الجي اي تي زي النيورولوجيكال ديس اوردر او متابوليك ديس اوردر او يورولوجيكال او اندوكراين او انفكشوس زي ما باين في الاسباب دي. من اسباب الانفكشوس ريكارنت اوتيتس ميديا والساينوسايتس نيورولوجيكال ديس اوردرز زي ميجرين والابليبسي وسبيس اوكيباينج ليجنز متابوليك ديس اوردرز مهمه جدا جدا وبتعمل سايكليك فومتنج باشهرهم الاديسون ديزيز والفايكروم سايتوما والديابيتس وكتير جدا من الاورجانيك اسف المتابوليك ديس اوردرز زي الفاتي اسيد اوكسيشن ديفكت والامينو اسيدوريا
واليوريا سايكل ديفكت وميتوكوندريال اوردرز. في منهم بعض انواع اللي ممكن ما تظهرش في اول سنه او سنتين من العمر وتظهر في سن اكبر، وهنا بيخش في ديفرنشال دايجنوزس بتاع سايكليك فومتنج سيندروم. في اسباب كتير في اليورولوجي زي بيلفيك ارتيك جانكشن اوبستراكشن بتعمل ريكارنت فومتنج، واسباب كتير جدا مهم جدا ان احنا نبقى نفرق احنا بنتكلم سايكليك فومتنج ولا اذر كوز. السبب الثاني في التشخيص ان انا افصل سايكليك فومتنج سيندروم عن البريفيوس كوز اللي احنا لسه مخلصينها. الدياجنوستيك بتاع سايكليك فومتنج سيندروم ساعات بيبقى صعب لان مفيش سبيسيفيك لابوراتوري ولا ايمجينج ماركرز دياجنوز سايكليك فومتنج، عشان كده هو الدياجنوز بتاعه بيعتمد على اللي احنا بنفيل الروم كرايتيريا ونستبعد مع استبعاد الريد فلاجز اللي هي بتقول لي ان ده والسايكليك فومتنج سيندروم ده الاذر كوز سواء جي اي او نون جي اي. دي الروم فور كرايتيريا اللي انتشرت 2016 بتقول ان احنا ممكن نشخص لو طفل عنده 2 or more episodes of intense nausea and vomiting وin between بيكون normal، ولازم episodes تكون stereotypical زي ما قلنا وin between بيبقى separated by weeks or months من baseline health، وبعد ما عمل appropriate medical evaluation بلاقي ان symptom cannot be attributed to other condition. الريد فلاجز اللي لازم نتأكد ان هي مش موجود عشان بسلام نشخص لحالة cyclic vomiting syndrome، منها ان الطفل يكون اقل من سنتين، ده بيحتاج مننا more investigations. لو في abnormalities في neurological examination شكرا ان ده حاجه نيورولوجي. لو الابيزودز بتبريسيبتيتد بير انتركرنت النس او فاستنج او هاي بروتين ميل ده شككني ان دي حاجه متابوليك. برضه الهايبوغلايسيميا والهايبوناتريميا والميتابوليك اسيدوزس اللي هو في وايد انين جاب او ريسبيراتوري الكروز او هايبر امينيميا، كل دي اسباب بتشككني ان السايكليك فومتنج ده نتيجه متابوليك ديس اوردرز. من الاسباب الثانيه برضه الريد فلاجز ان الابيزودز تبدا تبقى تقرب من بعض، تبدا تبقى مور سيفير او تبدا تحول ان هي تبقى كرونيك او كونتينوس، او يظهر فيها بيرزيستنت بيليس فومتنج، او ديورنج الاكزامينشن الاقي ان في ابدومينال تندرنس او ابدومينال ريجيتي، او ان الطفل ديفلوب ابدومينال بين. دايما سايكليك فومتنج سيندروم تبقى اهم اهم سيمتوم هي الفومتنج، مش المفروض ان البين هو يبقى الموست ايه اجونايزنج سيمتوم. هنمشي على الفلوت شارت ده. لو احنا شاكين السايكليك فومتنج سيندروم هو الدياجنوزس بتاع الابيزوديك فومتنج، فهنبدا ان احنا نعمل الطفل الكترولايتس وهنعمل له اي بي جي وهنعمل جلوكوز في الاتاك الاوانيه، وممكن نعمل ابر جي اي سيريز لو هو معاه لو هو سنه صغير او لو معاه بيرزيستنت بينيس فومتنج. لو السم الانفستيجيشن اللي انا عملتها كانت كلها نورمال مفيش اي سجستشن لاذر ديزيز، هقول ان العيان ده عنده بروبابل سايكليك فومتنج سيندروم. لكن لو لقيت ابنورمال نيوروجيكال اكزامينشن او لقيت ريسك فاكتورز ريد فلاجز احنا كنا قلناها من شويه واللي بتخلينا نشك ان دي حاجه نيورولوجيكال او ان هي حاجه ميتابوليك، فهمشي في السكه بتاعه النيورولوجي واعمل ام ار اي، او همشي في السكه بتاعه الميتابوليك واعمل ايه الامونيا والجلوكوز والانين جاب كل الحاجات اللي نعملها عشان ميتابوليك ديس اوردرز. لو التحاليل دي طلعت نيجاتيف ارجع تاني اقول العيان ده بروبابل سايكليك فومتنج سيندروم. لو العيان عنده بيليس فومتنج كتير او عنده هيماتيمسيس او عنده سيفير بين او تندرنس، همشي شركه الايه الجي اي تي واعمل الترا ساوند قبل ما اعمل امينيز اعمل اي بيز، وممكن اعمل ليفر فانكشن وممكن ابدا اعمل ايه ابر جي اي. لو العيان بتاعي ماشي ان هو ما عندوش ريد فلاجز وتحاليله كويسه، هقول انه قررت ان هو بروبابل سايكليك فومتنج سيندروم، هبدا بقى في الخطوات اللي بعد كده عشان الكونفيرم الدياجنوزس. ارجع تاني الهيستوري بتاعي وارجع الفيزيكال اكزامينشن واتاكد ان مفيش اي الارم ساينز في الهيستوري اوف اكزامينشن، وفي الحاله دي هبدا اعمل له امبيريكال تريتمنت للسايكليك فومتنج سيندروم. امبيريكال تريتمنت لو عمل لي ريدكشن في الاتاك فريكونسي او في الاتاك سيفيريتي بنسبه على الاقل 50% يبقى العين ده بتاعي ده خلاص كده ايه اتشخص كمان بالكرايتيريا واتشخص بالثيرابيوتيك ترايل، وهقول علينا ده ديفينيت سايكليك فومتنج سيندروم وما عملوش اذر انفستيجيشن. ولكن لو اللي انا اديت امبيريكال ثيرابي وما حصلش امبروفمنت في خلال شهرين او في خلال 2 ايبيزودز ان هم اتغيروا في الفريكونسي او في السيفيريتي، يبقى العيان بتاعي ده والسايكليك فومتنج سيندروم، وارجع تاني اعمل ايه مور ايفالويشن لغايه ما اشخص اذر كوز ذان سايكليك فومتنج سيندروم. اخر جزء هنتكلم عنه هو التريتمنت للحالات الكونفيرم سايكليك فومتنج. اللطيف في العلاج بتاع سايكليك فومتنج سيندروم ان هو بيفولو نفس طريقه الديزيز. الديزيز احنا قلنا ان هو عباره عن ثلاث مراحل، يوجوال هيلث اتاك، وبعد كده برجع يوجوال هيلث. فعندي تريتمنت بيتاخد في اليوجوال هيلث، وتريتمنت بيتاخد اثناء الفومتنج ايبسود، وتريتمنت بيتاخد اثناء النورمال لايف.
التريتمنت اللي بتاخد اثناء الفومتنج ابيسود اللي احنا بنعمل سبورتيف تريتمنت في البيت او في المستشفى اللي هو بنسميه الريسك وسيرب اللي انا بعمله اثناء الفومتنج ابيسود. هنا الطفل بيستفيد قوي لو قعد في اوضه ما فيهاش سيميوليشن كتير باللايت او بالنويز، وبيحتاج ان احنا نديله الريبليسمنت للفلويد والالكترولايتس، وممكن طبعا هحتاج اديله انتي ايميتيك، واحيانا ممكن اديله سيرتيف عشان اقلل الفومتنج والنوزيا، واديله انالجيتيك عشان الابدومينال بين. يمكن ده مثال لتذكره المريض اللي عنده سايكلي فومتنج سيندروم. المفروض المريض بتاعي بيبقى سيرفد في دارك كوايت روم، وعامله فايتال ساينز كور 4 6 اورز، ومديله اي في فلويدز دي 10 هاف نورمال سلاين، ومعاه بوتاسيوم كلورايد على ريت 1.5 يعني مره ونص المينتنس العادي عشان بروفايد انف انرجي وامنع الكيتوزيس، وعوض الديهايدريشن ببولس اوف نورمال سلاين 10 ل 20 مللي بالكي جي، وكررهم مره واثنين وثلاثه على لغايه ما اعمل كومبليت كوركشن للديهايدريشن. وهحتاج ادي اي في اوندان سترون، هو ده يمكن الدراج الوحيد اللي يقدر يابورت او يقلل السيفيرتي اوف ذا فومتنج. وهنا لازم ننبه زمايلنا ان هنا ان الجرعه مختلفه خالص، هنا الجرعه دبل النورمال، مش هدي 0.15 زي انا متعود في الجاسترونترايتس، انا هدي هنا على 0.3 او 0.4 كيلو جرام لكل جرعه، وهدي ممكن كل 6 ساعات او كل 8 ساعات. بعض الاطفال بيحتاجوا اي في لورزبام عشان اعمل لهم سيديشن لو هم اجيتيتد او ان هم عندهم سيفير نوزيا، لكن مش ده الروتين. الابدومينال بين لو كان سيفير ومضايق الطفل بدي انرجيسكس، لو هو بيري امبلايكال مده ممكن ادي اي في كيدرولاك انفيوجن، ولو هو البين ديسبيبتيك او ايبيجاستريك بدي اي في هيدرون تو ريسبتور بلوكر او بي بي اي، ولو فيري سيفير والطفل بقى في اي سي يو ممكن ادي هيدرومورفين. ايه الانديكيشنز اللي تخليني ادمت الطفل ده وما اعالجوش في الاي ار؟ لو الطفل عنده سيفير دايليشن اكثر من 5% لوس، لو في اوليجوريا، لو عنده هايبوناتريميا او عنده ميتابوليك اسيدوزس وانين جاب عاليه، او ان الطفل مش قادر يوقف الفومتنج، او الطفل ديفلوب اني كومبليكيشن. كومبليكيشن ممكن تحصل دورنج الاكوت ايبيزود، ان الطفل يحصل له ووتر اندوكلايت ديفيسيت، او ان الطفل يحصل له هايبر تنشن، او يخش في سياد، او يبقى عنده ميتابوليك اسيدوزس، او عنده هيماتيمز. ان الهيماتيمز بيكون غالبا يعني حاجه والسيفير بيليه اسباب واضحه، غالبا اطفال بيجيلهم بالرابس جاستروباسي من كتر الفومتنج، او بيحصل لهم مالي ويستير في الاوسوفكس، وغالبا بيبقى سيلف ليميتد، او بيحصل لهم اسوفجايتس وبرده بيبقى غالبا كده سيلف ليميتد وبيتحسن في خلال كام يوم مع البي بي ار. ده كان علاج اثناء الفومتنج ابيزود. في علاج متاح تاني ديورنج اليوجوال هيلث، في الفتره الطفل ما بيرجعش فيها اللي هي الفتره العاديه من حياته، بيبقى عندي طريقتين للعلاج، ان انا افويد تريجرز لو التريجرز يعني كان بي ايدنتيفايد، او ان انا ادي بروفيلاكتيك تريتمنت بديل العين وهو كويس عشان ما تجيلوش الابيزود. التريجرز لو معروفه بحاول يعني مينمايز التريجرز، بحسن اللايف ستايل، الطفل يبقى عنده مواعيد نوم ويعني نورمال سليب باتر، يعني افويد اوفر سليبنج او سليب ديبريفيشن، اقلل الفلاش لايتس والنويز والتغيير في الاضاءه كتير، احاول اقلل الفاستنج، واحاول ان انا اعمل جود هايدريشن وجود فلويد انتيك ديورنج الانتر كرنت انسز، ولو في تريجر من الفود زي بعض انواع الشوكليت والايج تشيز احاول افويد. النقطه او الجزء الثاني ممكن اعمله ديورنج اليوجوال هيلث او ان بتوين ذا اتاكس، اللي انا ادي بروفلاكتيك ثيرابي. بروفلاكتيك ثيرابي ده بيتاخد every day during the inter-ictal phase اللي هي الفتره in between the vomiting، هدفه ان انا امنع الابيزود ان هي تحصل، او على الاقل اقلل الفريكونسي او اقلل الديوريشن والسيفيريتي بتاعتها. نفس فكره الطفل اللي عنده ازمه، فاديله بخاخه البيتا بلوكر during الازمه، وبديله بخاخه الاسترويد in between الازمه عشان الازمه تبقى less frequent. الانديكيشن اللي بستخدم فيها بروفلاكتيك فارماكوثيرابي، الطفل اللي بيجي له فريكوينت او سيفير ايبيزودز بتكرر عليه كذا مره، خصوصا بتكرر عليه كذا مره في نفس الشهر، او ان الايبيزود تبقى سيفير والطفل بيحتاج هوسبيتاليزيشن ويغيب عن المدرسه فتره طويله، او الاطفال اللي هم جربنا معاهم الابورتيف ثيرابي اللي احنا هنتكلم عليه بعد شويه، والابورتيف ثيرابي ده بيفيل، فبالتالي الطفل ما عندهوش حل غير ان هو ياخد البروفلاكتيك فارماكوثيرابي ان بتوين ذا اتاكس. ايه الدراجز المتاحه للبروفلاكسز؟ في ادويه تتاخد الاطفال اقل من 5 years، هنا السيبوريبتادين هو التراكتين كانتي هيستامينيك والسيروتين ريسبتور انتاجونست، الريسبونس ريت بتاعه مش بطال، مودريت،
لكن هو ليه بعض سايد افكتس اللي هي برضه مش سيئه قوي، بيزود الويت، ده احيانا بيبقى مسحبك في اطفالك ان هم غالبا بيرجعوا كتير، بيبقى وزنهم بوردر لاين، وساعات بيعمل سيديشن، لكن السيديشن بتاعه ما بيبقاش بيرزيستنت خصوصا لو بتاخد مره واحده بالليل قبل النوم. الدرجه الثانيه اللي هو الفيرست لاين الاطفال اكثر من 5 سنين هو الامتريبتالين، ده واحد من التراي سايكليك انتي ديبريسنت، نبدا الجرعه بتاعته بسمول دوز، نبدا تيتريت الدوز جرادولي على مدار اسبوعين ثلاث اسابيع لغايه ما اوصل للفول دوز، وهنا الريسبونس ريت بتاعه احسن، لكن السايد افكتس بتاعته اكثر بكثير، بيعمل سيديشن خصوصا بتاعت الصبح، بيعمل هانج اوفر، وبيعمل كونستيبيشن، ساعات بيعمل اريتمي بعض الاطفال، وبيعمل بيهيفيرال تشينجز، واحيانا بيعمل لهم سوسايدال ثوتس. وده اللي بيخلينا نضطر ان احنا نوقفه في يمكن في 20 25% من الحالات، وفي الاغلب نستخدمه برضو افتر كونسلتيشن لزمايلنا بتوع النيورولوجي. السكند لاين ميديكيشن لكل الاعمار هو البروبانولول، واحد من البيتا بلوكرز، بنستخدمه بجرعه من ربع ل 1 ملي جرام، وبنتاثير الدوز بحيث ان احنا ان البلس ريت يقل حوالي 20 بيت بالمينت، والسايد افكتس بتاعته ان هو بيعمل هايبوتنشن براديكارديا اكسرسايز انتولرنس، ومنستخدموش في الاطفال اللي عندهم دايبيتس او الاطفال اللي عندهم ازمه، ولما نيجي نوقفه بنوقفه جرادولي على مدار 2 ويكس، والحقيقه بيعمل نتائج كويسه. يمكن انا شخصيا بفضله كفيرست لاين الاطفال الخمس سنين، وما ببداش بالاميتريبتالين. الثيرد لاين الاطفال اللي عندهم سيفير اتاكس، بعد ما جربت فيهم الفيرست والسكند لاين ان انا بديهم بعض الانتي كونفالزنت، او بنديهم مايتوكوندريال سبلمنت زي كوانزيم اي والال كارنتين. اخر اسلوب للعلاج، العلاج اثناء بدايه الاتاك او اثناء البرودروم اللي بنسميه ابورتيف ثيرابي، اللي انا بحاول ابورت فيه الاتاك قبل ما تكمل وقبل ما تبقى شديده. الابورتيف ثيرابي ده بنستخدمه للاطفال اللي عندهم اتاكس سبورادك، الفريكونسي بتاعها قليل، فمش مستاهل انا اديله بروفلاكتيف تريتمنت ياخده كل يوم واعرضه للسايد افكتس. بستخدمه برضه الاطفال اللي هم بيرفضوا ياخدوا بروفلاكتيف او بيحصل منهم ميديكال بروبلمز، او الاطفال اللي هم ماشيين على بروفلاكسس كويس لكن احيانا بيحصل لهم بريك ثرو ايبيزودز، ما تستاهلش ان انا ازود دواء جديد او ازود الدوز، فبعمل ابورشن للاتاكس دي عن طريق الابورتيف ثيرابي. الابورتيف ثيرابي زي اتفقنا بيستخدم فيري ايرلي ديورنج البرودروم، او باقصى تقدير في بدايه الفومبنج عشان يبقى افكتيف ان هو يقدر يوقف. الادويه الوحيده المتاحه للابورشن اوف ذا اتاك هي التريبتين، ودي برضو شبه السوماتريبتان، بتستخدم الاطفال الكبار بس اكثر من 12 سنه، وفيهم معيب شويه ان هم يا اما بيجيبوا افكت يا اما بيجيبوش خالص، مفيش انترميديت، فهو العيان بيجربها مره جابت نتيجه بيكمل بيها، ما جابتش نتيجه ما نحاولش تاني ان احنا نزود الدوز او نزود الفريكونسي، لان هي يعني نفس نظام اور نون. بيستخدموا في بدايه الابيزود زي اتفقنا، ومنهم فورمز، احنا جينا فورمز تبقى ليها رابيد اكشن زي النيزل، في دراج اسمه سوماتريبتان او زوماتريبتان، دول موجودين في صوره بخاخات، وسبكوتينيوس فورم بتلزق زي ديرمال باتش. ممكن احيانا لو الادويه دي مش متاحه احنا نستخدم الاوندانسترون، وهنا بنستخدمه فيري ايرلي ديورنج الاتاك. ساعات بننصح الام ان هي يبقى عندها اوندانسترون في البيت وتستخدمه اول ما الطفل يبدا يحس بالبدروم، اول ما تحس ان هو بدا يبقى عنده بدر وبدا يحس ببدايه الابدومينال بين، تحاول تديله حقنه اوندانسترون. وهو طبعا في مصر مش متاح الفورمز السهله اللي تقدر تستخدمها في البيت، يعني موجود بره ريكتال فورمز وتوبيكال فورمز زي ديرمال فورم، الام تبدا تستخدمها بسرعه ما تحتاجش تنزل للمستشفى على امل ان الاتاك يحصل لها ابورشن. اخر حاجه هنقولها اخر سلايد هي اللونج تيرم اوت كم للاطفال دولت، هو للاسف ما فيش دراسات يعني لونجتودنال ستاديز عرفنا الناتشورال هيستوري بتاع سايكل فومتنج سندروم بوضوح، ولكن الستاديز اللي اتنشرت قالت ان الاطفال دولت بيتخلصوا من سايكل فومتنج سندروم بعد فتره طويله ممكن توصل لغايه 6 سنين، وان منهم نسبه كبيره حوالي يعني 1/3 بيكملوا لما يبقوا ادلتس ان هم يجيلهم ميجرين هيديك، وفي 5% بياخدوا 3 مراحل، يبدا بسايكل فومتنج سندروم وهو عنده 3 4 سنين، وبعد كده يبقى عنده ابدومنا ميجرين وهو عنده 8 9 سنين، وبعدين لما يبقى شاب يبدا يجيله ميجرين هيديك. عشان كده مهم جدا الاطفال دول ياخدوا فولو اب كويس، وتعمل لهم مونيتورنج، وتعمل لهم كاونسلنج كويس على الاوتكم اللي هيقابلوه هم ادلت. اخر حاجه هنختم بيها المحاضره هي التيك هوم مسجز. زي ما قلنا سايكل فومتنج سندروم ده سيفير باراجوزمال اتاكس فومتنج، وان بتوين العيان بيبقى عنده نورمال بيلود فيلز، وبيؤدي ان كواليتي اوف لايف تتاثر جدا نتيجه العيان بيبقى عنده ريبيتد فيزيت للمستشفى وهوسبيتاليزيشن، وبيفقد المدرسه بتاعته والاكتيفيتيز، والميس دياجنوزس هنا بيبقى كتير جدا للاسف، عشان ساعات الناس ما بتقدرش تفرق ما بين الاكيوت والكرونيك والريكرنت، وعشان ما فيش كونفيرماتوري تيست. الطريقه المظبوطه للدياجنوز انا ما اعملش شوت جان تيستنج، ما اعملش انفستيجيشن كتير عشان اشخص، لا انا اخد العيان بتاعي احاول اطبق روم كرايتيريا،
ماشي معايا سايكل فومتنج اوكي، ما مشاش او في ريد فلاجز ابدا ادور على الاذر ديفرنشال دايجنوزس بتاع الابيزوديك فومتنج. العلاج بتاع سايكل فومتنج سندروم بينكلود ان احنا اثناء اليوجوال هيلث او ان بتوين ذا اتاكس احسن اللايف ستايل او ادي بروفلاكتيك ثيرابي، ديورنج الاتاك بدي ريسكيو ثيرابي وسود اي في فلويدز وانتي ايميتكس، وايرلي ديورنج الاتاك احاول اعمل لها ابورشن حاطين ابورتيف ثيرابي. كتير جدا من الاطفال دول بيكملوا از ميجرين وهم وادلتس. شكرا جزيلا، وارجو ما اكونش اطلت عليكم.